السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك، عيدكم مبارك سعيد. كنشكر كاع المتابعين اللي كيتبعوني داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، تحياتي لكم. بغيت كل شيء إن شاء الله يدوز بخير وعلى خير. كنشكر كاع المشاهدين بالدعم ديالكم، لي جيم لي بارتاج، تحياتي لكم كبيرة. كنشكر كاع المشاهدين اللي كيساندوني في الفيديوهات وفي الدعم ديالكم وفي التعاليق الزوينة. الحمد لله كل شيء داز بخير وعلى خير، والدعوات ديالكم والتعاليق الزوينة هي فين كنستمروا في هذا الشيء وكنزيدوا لقدام. اليوم الخوت راه يوم العيد، 29 شهر 6 2023، عيدكم مبارك سعيد وعلى جميع المسلمين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. نشكركم وتحياتي لكم كبيرة. هادشي اللي كاين، وبغيت كلشي إن شاء الله يكون فرحان وكلشي يعيد إن شاء الله. تبعوا معنا الأجواء ديال العيد، نحاول ندير لكم شي حاجة، شي لقطات، وخا إن شاء الله ما يكون الخير إن شاء الله، غير لي جيم لي بارتاج، فرجة ممتعة. وهانتوما الأجواء تبارك الله هنايا في البادية عندنا، غادي إن شاء الله غيدبحوا دابا وتفرجوا في هذا الفيديو. وكنسلم عليكم في هذا الفيديو الخوت، كنسلم عليكم وكنسلم على كاع المتابعين ديالي، كنسلم عليكم لاول مره كيشوفني ولا الناس اللي كيشوفوني في السواق ولا مباشره، تحياتي لكم. ولا الناس اللي اول مره كيشوفوني كنحييكم من هذا الفيديو، الله يسهل عليكم والله يسهل على الجميع، تحياتي لكم كبيره. تابعوا معنا هذا الفيديو والله يسخر ليكم الخوت، عيدكم مبروك. ديروا الخوت القايضة بعد الخرفان وتابعوا معنا هاد الأجواء ديال العيد إن شاء الله. ما تنساوناش باللايك ديالكم، بارطاجيو هاد الخيرات. صباحكم مبروك وعيد مبارك سعيد لجميع المسلمين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، تحياتي لكم كبيرة. وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعونا، ويسهل عليكم ويسهل على الجميع الخوت، تبارك الله. تبعوا معنا هاد الاجواء ديال العيد، ما تنساوناش الدعم ديالكم، لي جيم لي بارطاج، تحياتي لكم كبيره. الله يسخر لكم الخوت، تبارك الله تبارك الله، خيرات تبارك الله، الله يسخر الجميع، تبارك الله عليكم. اجيو الخوت شوفوا معنا الاجواء تبارك الله ديال العيد. الحمد لله الناس كاع اللي تقدموا من عندي مني قرب العيد الاضحى، كنت اتصل بيهم. الحمد لله عيدوا بخير وعلى خير. الحوالي اللي تقدموا من عندي كيشكروني على داك الشيء، على التعامل، بالنسبه للثمن، على الجوده، على النقاء. الحمد لله هاد الشيء هو اللي كيفرحني ويخليني نزيد لقدام. وتحيه لكاع المشاهدين اللي تقدموا من عندي لهذا العام ولا للعام اللي فات ولا الاعوام كاع اللي دازوا، تحياتي لكم كبيره. وله لا يحاشمنا مع شي واحد، كاين اللي كاين غينتقدك، كاين اللي غيشكرك، كاين اللي يحفزك تزيد لقدام. كل واحد شنو غيقول لك، كل واحد الراي ديالو. بعدا حنا راه خدامين بنيتنا، له لا يحاشمنا مع شي واحد. الاثمنه اللي كتكون في السوق راه كنشاركها معاكم، الثمن اللي كاين في السوق راه كنقولوا لكم الخوت. كاين اللي كيقول لك سير عند الكسابه، سير عند كتمشي عند الشناقه، خوت راه السوق راه كندور به كامل. اي حاجه وحده راه عزيز عليا المليح، اكثريه كنصور المليح. الناس كيقول لك صور شي حاجه ديال الدراوش، متفق معاكم الخوت، خاصني نشارك معاكم هذاك الشيء اللي ديال الدراوش. ولكن وعدي واحد الفيس الخوت، خاصني ضروري نصور سلعه غليظه، شي حاجه مليحه بعدا كتعجبني، خاصني ضروري نصور هذا الشيء اللي كاين. وكنحاول كنحاول ضروري ندير شي حاجه ديال الدراوش وحاجه شي حاجه مويان. والحمد لله كل شيء عيد وكل شيء داز بخير وعلى خير. وتحيه الناس ايطاليا، الناس فرنسا، الناس كاع اللي خارج ارض الوطن، كنشكركم، تحياتي لكم كبيره. وعيدكم مبارك سعيد، والله يسهل عليكم والله يسهل للجميع الخوت، تحياتي.